بدي اقول لك انه الحلقة اليوم كانت كتير حلوة. عن جد شكرا كتير، كلك ذوق. شوفك بكرة؟ ايه اكيد اكيد. اوكي يلا تصبح على خير. وانتي من اهله، انتي من اهله. شو عم تعملي هون؟ قلت بيجي بشوفك بعدين بوصلك على البيت بلا ما تاخذ تاكسي. شو؟ كيف؟ برافو عليك، اذا من اول مرة وهيك. أنا عن جد عم تحكي ولا عم ترفعي لي معنوياتي؟ لأنه حسيت حالي إنه ملبك شوي. ما حسينا بشي، بالعكس كنت بتجنن حبيبي. بعدين يصح لهم واحد فهمان وبيعرف يحكي مثلك. ولك على راسي. مين هي اللي سلمت عليك؟ هي؟ معها ريهام مساعدة المخرج. حسيتيها ثقيلة شوي ما؟ لا بالعكس، مزوقة وأكابر بعدين حلوة. والله ما حسيتها هيك، أنا حسيتها مجلوقة هيك، وبعدين تشبه شجرة عيد الميلاد كلها ألوان وهدايا سيليكون. مين؟ هذا جلال. أهلين أبو الجل. بالله شلون؟ بشرفك. ولك على راسي يا ابو الجل حبيبنا. جاي لعندك جلال؟ حبيبتي هذا بيحكي كثير، يعني بيقول بده يجي وما بيجي. منى خلص عمل لي بريحك، بس انا قلت لك لا بحبه ولا بريحني. يبدو انه ما بيهمك رأيي. يا حبيبتي مو قصة ما بيهمني رأيي، بس انا وجلال ربيانين مع بعض عشرة عمر، يعني 25 سنة. بعدين هو بعمره ما اذاني، بالعكس طول عمره بظهري مثل السيف. خلص حبيبي روح اعمل اللي بدك اياه، بالنهاية انت بتعرف مصلحتك، خلص ما تسمع من حدا. بس انه اللي ما عم بفهمه شو اللي لامك على واحد ازعر مثل هذا، لا بتشبهه ولا بيشبهك. عن يعني جد انت عم تظلمي للزلمة. لا انت كيف بتشوفني؟ شو كيف بشوفك يعني؟ يعني انت برأيك انا حلوة؟ طبعا حلوة، يعني شو السؤال الغريب؟ شوفي ولا شي. يلا باي باي. Thank you.